بسم الله الرحمن الرحيم، طلبتنا الأعزاء، اليوم المحاضرة الثانية الثالثة على البروتين أو الأمينو أسيد سينثيسيس. We will continue the subject of the classification of amino acid. رح نقسم الأمينو أسيد according to the properties of their side chain. رح نقسمها على الـ properties مال side chain. As a non-polar, which have an even distribution of electrons, even ماكو مجال انه to react with the environment, so they have the hydrophobic properties, and the polar have an even distribution of electrons on their outer membranes. هذا النوع الأول من classifications. The classification الثاني of amino acids يعتمد أيضا على side chain. لو نقسمها إلى aliphatic اللي هو straight chain ال R group، أما تكون straight chain or branch. Cyclic carbon chain join to itself in a ring. وثالثا ال aromatic اللي هي 6 carbon member اللي هي ring joined by the amino acids. هذا the 6 member ring اللي هو نسميه phenyl groups or benzene ring. نبدأ بالامينو اسيد اللي هي النون بولر. السايد تشين مالتها نبدأ بأصغر واحد اللي هو مثالنا كان بالكاهوت اللي هو كان الجلايسين اللي بي فقط هيدروجين، عوضنا الار جروب فقط بهيدروجين. كل ما ازيد الستراكشرز راح يتغير عندي. فور اكزامبل بالانين ضفت هذا السي اتش جروب اللي هو ميثايل جروب. بالنسبة للفالين ضفت برانش شين 3 اتومز. اليوسين زيدت البرانش. The isoleucines and then we are هذا اللي هنا هذني المجموعة نسميهم aliphatic. هاي المجموعة عندي اللي بيها بنزين رينج نسميها بيها aromatic amino acids. This is the benzene ring here. هذا نسموها البنزين. The amino acid with non-polar. The amino acid that is not polar does not gain or lose protons. إذا لا راح تقدر تفقد ولا راح تقدر تكتسب أي بروتون إضافي. بالنتيجة راح تكون هي بمثابة قطرة الزيت في الماء. إذا تصورون قطرة الزيت تحطها بالماء، شنو راح يصير؟ The oil will droplet will coalesce. راح تجذب وحدة أخرى. إذا أنا إذا أحط قطرة بالماء وحدة تجذب الأخرى وتجتمع مع بعضها. هاي إذا قطرة زين. الهيدروفوبيك أمينو أسيد السايد تشين مالتها راح تعمل نفس العمل. بالنتيجة the side chain of the non-polar amino acids tend to cluster together in the interior proteins. إذا نشوف هسه إذا عندنا هذا structures of amino acids زين فال these are the hydrophilic. Hydrophilic like water, like to interact with water. تحب they are water soluble. The hydrophobic they are cannot be dissolved in water, they don't like water. إذا من راح يصير عندك هيدروفابيك
amino acid بالchain مع البروتين راح تجتمع to the anteriors وتمثل الكور مع البروتينز اللي موجود عندي. إذن حتى البروتينز تتعامل مع المحيط الخارجي راح شو تسوي؟ راح تفولد تنطوي على نفسها الأمينو أسيد اللي هي هيدروفيليك اللي تقدر تتفاعل مع المحيط الخارجي راح تكون التوجه مالتها للأكستيريور للوجه الخارجي بينما الهيدروفوبيك أمينو أسيد راح تكون to the anteriors. زين هذا راح يسوي لنا folding of amino acids in the aqueous environment. The protein that is located in hydrophobic environment, هاي وين راح تفيدنا؟ تفيدنا هاي الخاصية أنه إذا البروتين in the hydrophobic environment, such as the membrane, ما أعرف إذا أخذت cell membrane أو لا. جدار الخلية يتكون من طبقتين، هاي الطبقة الأولى وهاي الطبقة الثانية من phospholipid molecule. الفوسفوليبيد بجزئين، جزء ممكن يتفاعل ويا الماء اللي هو رأس الأمين الفوسفوليبيد، هذا الرأس يتفاعل مع الماء and the interior اللي هو الفاتي أسيد هنا، هذا الفاتي أسيد chain is hydrophobic. هذا الممبرين جدار الخلية تتخلله بروتينات، هاي البروتينات اللي موجودة بالجدار اللي هي embedded have the hydrophobic part. إذا الجزء البروتين اللي موجود بالجدار هذا الجزء يتكون في معظمه most of the amino acids here are non-polar amino acids or hydrophobic amino acids. يعني هي تقدر تتفاعل مع الباي لاير مع الفوسفوليبيد and the outer layer هنا اللي على احتكاك بالانفايرمنت تكون هيدروفيليك امينو اسيد. So the membrane, the non-polar R groups are found on the outside surface of protein interacting with the lipid layers. يعني البروتينز اللي موجودة بالبروتينز هي اللي تتفاعل non-hydrophobic. So, the amino acid of the protein that cross the cell membrane had have hydrophobic natures. اللي هو هذا نقصد به ال hydrophobic natures of the proteins. The part that are exposed, هذا ال part ال exposed للخارج يكون hydrophobic. إذن هاي أول خاصية استفادينا من عدها من ال hydrophobic وال hydrophobic. This is an important. This is a physiological properties. Okay. The second properties اللي هي نرجع إلى قصة زميننا علي. جينا زميننا علي شنو عنده؟ عنده sickle cell disease. عند هذا المرض الوراثي اللي هو فقر الدم المنجلي. شو يصير بفقر الدم المنجلي؟ انا عندي الهيموغلوبين اللي هو الناقل لجزيئات الاكسجين متكون من هيم بارت سايتا اللي تاخذوه ومتكون من بروتين. النقطة المهمة عندي أنه متكون من بي جزء من عنده بروتين، معناته بي جزء مثل بي أمينو أسيد. زين تسلسل الأمينو أسيد من واحد إلى كذا بي
el protein small, el hemoglobin. زين. من يقول لي تسلسل مال الأحماض الأمينية بالأمينو أسيد بالبروتينز؟ تسلسل الأمينو أسيد بالبروتين يجي من ال DNA. اللي هو ينتقل للمسنجر وتالي يصير بروتينز. إذا احنا في هذه السلسلة هسه احنا في نفس السلسلة مال الأمينو أسيد. إذا صار فالطفرة وراثية هنا فتخلل وراثي أدى إلى تغير كود معين. الكود تبدل، الشفرة تبدلت، بدل ما أقول أمينو أسيد جلوتاميك أسيد صار بخلل، قام يقول الكود فالين. اللي راح يصير شنو؟ الكود صار بيه خلل، فالكود راح ينتقل ويا الخلل مالته الى المسنجرز وراح يصنع لي بروتين هنا بالخلل اللي صار. هاي القصه اللي صارت ويا علي. الهيموغلوبين عاده البيتا تشين، سلسله البيتا اللي عندنا هاي البيتا تشين بيها بالبوزيشن نمبر 6 سادس امينو اسيد هو جلوتامين او جلوتامين. هذا نيجاتيف تشارج بولر امينو اسيد. شنو يصير؟ صار الخلل الوراثي، صارت الطفره الوراثيه، بدلنا تبدل نتيجة الخلل الوراثي الجلوتامين or the glutamate تبدل بشنو؟ تبدل نفس البوزيشن نمبر 6 بس مو كان ما يجي بي جلوتامين بالناس الأصحاء، صار بي replacement or substitutions with valine. مثل ما شفنا من بولر امينو اسيد بدلت علما الى نون بولر، فبالنتيجه صفة هذه التشين، هاي السلسلة البيتا تشين اللي عندي راح يصير بها they are more hydrophobic more sticky to one another. إذا راح يسوي إن بدل ما تكون red blood cells flexible مثل ما كانت شكلها راح تكون sickled بشكل المنجل. زين هاي الفلكسبلز ممكن تفوت بالأوعية الدموية بسهولة، بينما السيكلز اللي هي نتيجة هذه العملية، هاي الفائدة من دراستنا احنا الأمينات، من صار شكلها السيكلز it will stuck in the blood vessels and causing closure to that vessels اللي سميناها vaso occlusive crisis، سدت الأوعية الدموية اللي جاي لها البلد. بالنتيجة it will affect the blood supply إلى distant tissues ويسبب لك البين and all the problems of sickle cell. الهدف من هذه الكونديشنز
انه تتعرف شنو اللي صار بالسيكل سيلز and what has happened by the replacement of polar. كان عندك glutamate حولته الى valines بالنتيجة بسبب الطفرة الوراثية. شنو عندك خلل بال DNA راح ينتقل يترجم هو والخلل مالته الى a protein structure وهذا affected the beta chain. Okay, so this is the substitutions that has happened in any conditions اللي عجينا عليه في اول بداية. هسه السؤال الك وريدك تعرف شنو صاير. What happened اذا بدلنا بنفس اللي احنا باقين بنفس البيتا تشين، اذا بدلنا position number 6 هو الجلوتاميك اسيدز حطينا مكانه لايسين، شنو راح يصير عندك وشنو الديزيز اللي ممكن تشوف؟ هسه حكينا على النون بولر بصورة عامة، بس اكو بعض النون بولر لها خاصية معينة ممكن تفيدنا. The important structures اللي هو هنا نحكي عنه اللي هو البرولين. Proline is one of the amino acids اللي يختلف، لاحظ هذا الامينو اسيد فور اكزامبل بالان اللي هو بس بميثايل جروب، هاي يسموها سي اتش 3 يسموها ميثايل جروب. اللي صار عندي هنا ضف السايد تشين طويله، هاي السايد تشين اللي ضفتها سوت رينج ما بين الامين اللي كانت موجوده والسايد تشين، فصار البرولين بحلقه خماسيه والامينو اسيد صارت كانه بالطرف مال نهايه الحلقه، لهذا نسميها سكندري امينو جروب. اوكي، هنا كانت اسمها برايمري، هي نفسها بس تغير بالكونفيجوريشنز. هذا الكونفيجوريشن يعطيك مور هيدروفوبيسيتي، وبالنتيجه هاي الرينج اللي سميناها نسميها امينو اسيدز. So the formation of the fibrous structure of important in the formation of fibrous structure mal collagen. The collagen is one of the richest part or with proteins, and this is the important features mal collagen اللي هو يستخدم بال connective tissue. اوكي، احنا هسه لخصنا النون بولر، نجي الان الى البولر امينو اسيد. الامينو اسيد بولرز راح نقسمها الى 3 كاتيجوريز. الكاتيجوري الاولى اللي راح نبدي بيها هي الانشارجد بولر امينو اسيد. بولر بس انشارجد، ما بيها تشارج، اللي هي تبدأ من السيرين الثريونين. ليش polars؟ because they contain a polar molecules اللي هي ال OH groups. تيروسين، احنا قلنا الفينيل ألانين كان ببنزين رينج، هنا ضفنا بس للبنزين ضفنا لها OH جروب، صار عندي تيروسين. اذا الاضافه بالتيروسين هو فقط ال OH groups and some of the methyl. The aspargine have the amino groups, the glutamine and the cysteine is also considered as one of the polar uncharged amino acid which has the sulfur group. هذا الإضافة النوعية بالسيستينز. Okay, so these are the polar can react with the environment but it is uncharged.
The amino acids with uncharged porous chains, their features, they are, have a neutral pH at, or zero charge at the neutral pH. There are some of the amino acids that can participate in the hydrogen for hydrogen bond formations. هاي الهدفين من ال uncharged polars. بس واحدة من الأهداف المهمة لل uncharged polars أنه راح تكون ال polar part اللي بيها راح يكون وسيلة أنه تتحد ب other molecules such as phosphate. For examples بالسيرين والثريونين. Or it can be an areas of reaction of amide groups, for examples, بال oligosaccharide. قد تكون مكان انه تتفاعل ويا other molecules مو بس proteins such as oligosaccharide. من هذا كله an important particular element اللي هي بها clinical applications اللي هي the disulfide. السيستينز هو الامينو اسيدز that have the SH groups. هذا ال sulfohydryl groups. SH group, which is an important component of active site. معظم ال active site that can donate electrons بها ال SH group. إذا واحدة من وظائف السيستينز إنه إذا موجود بال enzyme can facilitate the reactions through the sulfohydryl groups. The second and most important features of the cysteine, when it become oxidized, إذا أخذ من عنده هذا الهيدروجين, let's say إذا كان عندي SH group, هذا SH group, وهذا SH group ثاني. Oxidize means loss of the electrons. So these molecules will lose these atoms. إذا ما راح أفقد هاي الهيدروجينز, the S groups will, the sulfur atoms will join each other. هذا راح يسوي لنا what is called the cross linkage. It is the covalent binding. زين اللي نسميها the disulfide bond. هذا disulfide bond is a very important that cross link between different molecules. The most important clinical applications of this is the extracellular proteins that are stabilized by disulfide bond. معظم البروتينز can be stabilized by disulfide bond. The typical examples of that is the albumin. إذا لاحظ, these are the parts that are joined together to stabilize the structures of the proteins. So the structure of the protein here will be more stable. This feature is present not only in albumin but also in the insulin as the final proteins that secrete the final hormones secreted from the pancreas. It's also another example of disulfide. The amino acid with acidic side chain, this is the third category of amino acids. Acidics معناته بيها الكربوكسيل groups. من نقول acidics بيها الكربوكسيل groups.
two important amino acid عندي هنا اللي هو aspartic acid هذا أول واحد والglutamic acid هو ثاني واحد both have an additional carboxyl أنا ما دا أحكي على الكربوكسيل الأول اللي هي بكل أمينو أسيد أنا أحكي على كربوكسيل إضافية موجودة في هذني الأمينو أسيد the two amino acids that support this gives a negative charge to the amino acid that is present The amino acid with acidic chain, قلنا glutamic, they are proton donors. The side chain of these can be fully ionized, negatively charged. Carboxyl group, اللي هو aspartate and the glutamate, and they play different roles in the metabolisms or renal transmitters or others. Amino acids with the basic side chain is the fourth classifications of these. هنا مادام عندي basic اذا اكو basic substances اللي هو amino groups they will add it to the end of the chain. This give a positive charge to the molecules. Additional positive charge and the typical example is the arginine and lysine. This is the typical examples of these amino acids. Amino acid with the basic and acidic side chains. The basic one can accept the protons and the physiological pH, the side chain of the lysine are fully protonated, بالنتيجة fully ionized and give the positive charge. بينما الهيستيدين is one of them is weakly basic because the free amino acid is largely uncharged as physiological pH. Histidine chain can either positively charge or neutral depending on the ion strength of the environment. وهذا راح نشوفها بالهيستيدين titration curve بالمحاضرة الثالثة.